املك معلومات ومعطيات وانا متواصل. هل واخرها اليوم فوالا واخرها اليوم اتصالي بالسيد رئيس الجمهوريه الصباح. اتصلت اليوم الصباح بالسيد رئيس الجمهوريه. السيد رئيس الجمهوريه يقول راه يكذب ما تقابلناش وما حكيناش. خليه يخرج ما يقولهاش الرئيس. الرئيس ما يقولهاش. يعني في اتصال انت مع رئيس الجمهوريه. انا مواطن تونسي. كمواطن ولا شنو فما صفات؟ لا لا كمواطن. كمستشار. فما اعظم صفه مواطنه هي ما ثماش اعظم صفه مواطنه. صفه المواطنه التونسيه يا لله قبل ما تكون سماح مفتاح مستشارة لهشام المشيشي وقتها في مكتب الإعلام والاتصال. سماح مفتاح هي خريجة جامعة معينة ومستواها عندها إشعاعها الفردي. سماح مفتاح قد اتصفت بصفة أو مسكت مهمة يوما ما هذه تدخل في السي في لكن لا تعمم. لكنها صفة ما نقولش لا لا صفة لا موجود. مستشارة اليوم وأنا نحترمك برشا. أنا نحبك. علاش نحبك؟ لأنك أنت تكون في الغالب الأعم عندك زوز نقاط يخلوني يجيك وفرحانة نجيك اللي بيك. أنت موضوعية ومنطقية ونسبية شيء مشكل ولكن في نفس الوقت متربي ومتخلقة تعرف تسأل وذكية في السؤال وتحترم المجيب عند الإجابة ولذلك أتيت إلى جوهرة أفهم. نحب نبشر أن جميع المساجين في السجن وهي بشرة وبشرة حزينة وحزن فرح لكن أي أن السبيل الوحيد للمساجين في سجن المرناقية السبيل الوحيد المنطق الصادق الوحيد اللي قاعدين يتبعوا فيه المرابيط وهم مسلوبي الحرية بسلطة قاهرة هي إذاعة جوهرة أف ام. مرحبا بكم الوحيدين موزايك أف ام في الإذاعة البرة في 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 الليريا وفي الواحد لكن في التلفز الداخل جوهرة أف ام قناة أو تي في مقدسة يتابعها الخاص والعام على اختلاف جرائمهم وتهمهم. مرحبا بهم وتحية لهم. فيسبوكم تنجم تقول جوهرة أف ام هي الفيس أمين ربي يفرج على الجميع وحتى اللي غلط ربي يصلح حاله وربي يهديه. والسجن أبخي مرحلة إن شاء الله تكون من بعد. دونك أنا توقفت ليه؟ من أجل لا شيء. قلت لي اليوم اتصلت في الصباح بالسيد رئيس الجمهورية. كلمة رش مانا ليل 27 ليل 27 هذا الحزب السياسي ذو مرجعية إسلامية الحزب اللي يدافع على الدين يا محلاها الجملة قديش روز بومبون ما بنها يدافع على الدين يوفق يوقف الشيوخة ليل 27 اللي تختم القرآن الكريم كم صلهم عادتي قلت مواطن راهو المواطن نصيفته كمواطن يا لله فما قانون ولا ينفي أن يكون مواطن ومشيخا لا تناقض بين المواطنة والمشيخة ولا تناقض بين المواطن والدكتوراه القضية كانت ضد مواطن ضد مواطن يا شعب دكتور. تونس الغنوش والبحيري وقضاة البحيري وقضاة الغنوش وكتبت العفو التشريع العام اللي تسيبوا في الـ في الـ في الـ في, الـ في المحاكم عندي 150 واحد دخلوا يخدموا في المحاكم في تونس الكبرى لا لا انا ما نزعش انا مش نتهم انا ادين كمحمد الهنتاتي في تصوري ودين هذه الجهه انها توغلت في المحاكم اتصالك التونسية. اتصالك اليوم الصباح بالسيد رئيس الجمهوريه انا متواصل مع السيد رئيس متواصل على مع السيد الجمهوريه يوميا اتواصل مع السيد يومين. الرئيس نعم يوميا سوليني يوميا هنجي بوسائل مختلفه اي اذكر بعضها اللي هي التليفون مثلا اليوم اتصلت بي بالهاتف اخر اتصال اليوم مع السيد رئيس الجمهوريه الصباح السيد رئيس الجمهوريه يتواصل معي واتواصل معه باعتباره رئيسا لي ورئيس لكل التونسيين وانا لم اجرم ولم ارتكب اي المواضيع يستشيرك ما انت لا اقول انا 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 صوت من الاصوات التي توصل الى السيد رئيس الجمهوريه كثير من الاشياء التي قد لا تصله قد لا قد لا قد لا تصله كما شنو قد لا تصل كل شيء اليوم اليوم تحدثتوا على شنو على مشروع الدستور على على فصول في انا 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 اتكلم مع السيد الرئيس في كل الملفات في كل الملفات اتكلم مع السيد الجمهوري وقول رايي بكل صراحه وراي عنيفه ضد الرئيس ضده بالمعنى الايجابي للكلمه انا امارس الضغط الايجابي على السيد رئيس الجمهوري انا الفت نظر السيد رئيس الجمهوري انا اشير على الرئيس دون أن أكون مستشارا ودون أن ألزم بذلك شنو قلت له على مشروع الدستور؟ مشروع الدستور أنا معاه طبعا أنا معاه معاه حتى في المطلق ولا معاه لا لا, لا معاه في المطلق كلمة مطلق أنا مع ربي والنبي هذيك أما كلمة المطلق مع شخص غير معصوم ما تجيش أما أنا معاه في الأغلب مش في المطلق أنا معاه في الأغلب أنا معاه في الأغلب سيد رئيس الجمهورية اسمعوا يا شعب تونس أولا قال الهيئة الاستشارية هذه أعطاها وصفها قال هي هيئة استشارية يعني غير إلزامية لكن يستأنس بآرائها
وقرروا من الاول ما كذبش على الشعب التونسي، قرروا التقرير اللي باش يقدموه لي الاستاذ صادق بالعيد المحترم جدا موقر جدا، قرروا قابل للتعديل. وراي كلمه التعديل كما تعني الزياده باش يضيف فصل، كما تعني التنقيص. وما ننساوش ان السيد رئيس الجمهوريه هو زميل قيس سعيد، زميل صادق بالعيد. وما ننساوش ان السيد رئيس الجمهوريه راهو يحكي في اختصاص يفهمه، عاش فيه عمره الدستور. ما ننساوش هذا، ما ننساوش يا استاذه فاطمه، راهو مش عطار قيس سعيد، مع احترامنا لهذه المنطقه. واحنا بحذنا محمد لنتيتي ونحكيو على مشروع الدستور. ايه؟ الفصل الخامس، الفصل الذي اثار كثيرا من الجدل. ما نجمش نكونش الدكتور محمد لنتيتي وما نسالوش على الفصل الخامس اللي يقول تونس جزء من الامه الاسلاميه وعلى الدوله وحدها ان تعمل في ظل نظام ديمقراطي ما كانتش موجوده ثم عدلت، على تحقيق مقاصد الإسلام الحنيف في الحفاظ على النفس والعرض والمال والدين والحرية. الفصل هذا أسال الكثير من الحبر. رأيك في الفصل هذا؟ هذه الجمل هي لمحمد الهنتاتي. شو معنى؟ معناه أنت كتبته الفصل هذا؟ لا. مال؟ معناه هذا هو المذهب الهنتاتي. المذهب الهنتاتي؟ يا. شو معناه المذهب الهنتاتي؟ أي. اللي هو مذهب تونسي. أيه؟ مذهب بابا ومذهب بوك ومذهب بيات التونسي اللي يسمعوا فينا كل، لانه الكلام هذا اللي قاله السيد الرئيس هو دستور وعمر الدساتير حسب التقاليد. اربع عقود، يعني جيل وعقد 40 سنه. الاسم الرباعي هذاك علاش نعملوا الاسم الرباعي، فلان بن فلان بن فلان بن فلان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هو الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، واشار الى ذلك ابن خلدون في المقدمه. اعطينا الفصل. انا جايك. بالنسبه للفصل هذايا هو احسن فصل في الدستور، لانه هو المعبر الحقيقي على وجاهه الخصوصيه التونسيه وصوابها في قراءه الشرعي والوضعي، وهي اضمن صيغه بل وادق صيغه واكثر صيغه محصنه ويعني مسيجه. اي كيفاش؟ كان جاي. محصنه ضد اي توجه، لانه الشعب التونسي استاذ سماح تقسم بين جزئين. اسمع استاذه فات، الشعب التونسي تقسم بين من يتاجر بالدين، اي اتونسيون، ومن يعادي الدين للاسف الشديد.